الإسلام. كانت حركة الفقهاء المراجع هي التي تطبق الإسلام في كل مرافق الأمة في القرون السابقة، ولا زالت حركة الفقهاء المراجع قائدة الأمة المسلمة حتى اليوم. فكل إثارة دينية في أي مكان من الأرض نتيجة مباشرة لهذه الحركة، وكل ما ترسب من الإيمان في النفوس وما استقام في الحياة من شعائر ومظاهر دينية إنما تفرع عن حركة الفقهاء المراجع، ولولاها لما عرف الله ولما عبد، ولم ينبض قلب بالإيمان، ولا صلى أحد لله ركعة في هذه الأجواء المسعورة التي وجهت كافة الطاقات العاملة لخدمة الميوعة والإلحاد.